اخوتي كنتمنى لكم الله يجازيكم بخير. يقدر باش يعني انتم بقى تشوفوا الحاله ديالي، راه ما عندي ما نصرف، ما عندي ما ناكل من اليوم، خصو موبيل العالي راضي، راه الا ما نطلبش ما ناكلش، راني معروف ويتسحق، راه ماشي براني مثلا الناس ديالي تساق تعرفوني، ما عندي لا شي شريه لا شي مدخول لا شي جمعيات لا حتى شي حاجه، ما عندي ماش غادي ندخل حتى شي حاجه، راه الا ما نطلبش ما ناكلش، راني معروف ويتسحق، راه علي مسلم وراه معروف ويتسحق، راه معروف ماشي براني، راه الناس تعرفوني، ما عندي لا شي مدخول لا شي شريه. صوت العدالة، اليوم لبينا نداء ديال عمي علي ضمن برنامج عجين تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير. لاباس شكرا يا خويا. امتى بداك هاد المرض هذا؟ انا خويا تقنيتك 2002 2002 بدا في هاد المرض، كان تينقص ليا الشوف صافي. المهم هاديك 2003 مشيت لخنيفرة، لخنيفرة داك الطبيب ديال الحرشاوي راه معروف خنيفرة. دوز مشيت باش ندوز، عطاني 6 شهور ديال رانديفو، 6 شهور ديال رانديفو عطاوني باش نجي ندوز. المهم وصل ديال رانديفو مشيت دوزت عندو، وانا عندي في التونسيل ديال عيني، وعطاني شي تقتيرة قالك المهم سير حتى شهر عاوتاني كما تغديك التونسيل باش تجي دير النظافة. ودار ديك التقتيرة وصل ديال رانديفو، رجعت عندو عاوتاني قالك هو بدا تهبطك شويه لا طونسيو، سير عاوتاني واحد شهرين دابا تجي دير. مشيت سيرت عند مول الجاج منتظر، عبرت عاوتاني منتظر قالك ودي خصك تهبطك شويه طونسيو، سير عاوتاني واحد شهرين. المشكل اللي كان عندك هو ان لا طونسيو كانت طالعه عليك، اللي خلاتك وقيتي مابقيتيش كتشوف. هذيك الساعه باقي تنشوف شويه، كنت وصل لي 41 41 كنت باقي تنشوف، باقي كتشوف شي شويه، باقي تنشوف شي شويه. هاد الوراق تما كلشي بالوراق ديال الحرشاوي هما هنايا، خصها 41 تبقيت نشوف. من قلت ديني برانديفو تسير شهر ست شهور تسير كدا، تا الخر قال لي صافي فات فيك القوت، قال لي صافي ماتو لك العرق، مابقاش عندك الدواء. قال لي الحل الوحيد غادي نعطيك الورقة مشربات يكون لك العرق باللايزر، قال لي باش نقفلك لا طونسيون ما تجيش. قال لي إلا مشيتي بكا راه غادي يمشي حتى تلقى الصلاة، أنا باقي تشوف حتى شي حاجة. جيت عطاني الورقة باش غادي نمشي للرباط باش ديال العمل هكذا، ما كنتش يعني واش غادي، ما عندي باش غادي نتحرك. طلبوا لك بزاف ديال الفلوس. تنقول شي واحد نقول محسن وقفوا معايا، غير الناس بحال هكا المحسنين يعاونونا هكذا، حتى واحد ما بغى يعاونك والو. تنقول شي واحد يقول لك غادي يقول لنا غيبا نفرقوا معاك، غادي يقول لنا سرقا نديروا معاك، صافي تفات فيا البوس. صافي دوني المدة وانت كتعاني من 2003 حتى 2022 ومازال كتعاني. ومازال كنعاني، وداوني شي ناس الله يخف عليهم شي محسنين، داوني البني ملاد، داوني المكناس المرابطي، داك علي المرابطي، داوني عاوتاني داك الحرمالي اللي في مكناس اللي في بني ملاد والو. نفس سميتو كيقول لك صافي صافي كون جيتي بكري غادي تعالج، ولكن بقيتي تفات في البوس. صافي دابا مات لك العرق، راح تسير عاوتاني داني مسكين مكناس لدوك الاطباء ديال العسكر كيف السبيطار ديال مولاي اسماعيل، قالوا راه قلت لهم هذاك القطاوي عبد القادر القانونه ديال الاطباء راه بروفيسور، قلت له قال لك لا تصدع راسك، قال لك صافي مات لك العرق. شنو كنتي كدير في الاول في خدمتك قبل ما وقع لك المشكل؟ كنت نبيع شي ديال جبان في المدرسه مع الدراري في المدرسه. كنا كنعرفوك حنايا. راني معروف يتسحق، ماشي براني، راني معروف يتسحق، كاع الدراري ديال يتسحق تيعرفوني، لا اللي هنا ولا اللي في الخارج ولا في اي بلاصه، كاع الدراري ولا ديال يتسحق عارفيني. دابا فاش جلستي من الخدمه وسميتو باش كتعيش باش؟ لا والو خويا، المحسن غير كنطلب صافي، كنمشي للسوقات، كنمشي للخنفرات، كنمشي للومانا صافي، كنطلب غير المحسنين اللي كيعاونوني صافي، المعيشه ديالي غير المحسن غير كنطلب. والدار هنا فاش؟ الدار اخويا دار المحل ماشي ديالي، المحل ماشي ديالي غير تعطاتني الدار، الدار ديال اختي، وهاد البيت غير ديال التابوت، عندي بيت وكوزينه، هادي دابا الكوزينه هادي فين كنطيبو كنعسو فيها انا والمراه والدري، البنت عاوتاني كتعس في ديك الدار الاخرى في ديك البيت الاخر. ودابا الدار بغا طيح عليا، نرسل ليها السواتر، نرسل ليها السواتر بغا طيح،
انا ما عندي باش نصلح ومولاتها كتقول ما عندي باش نصلح بغيتك تسكني الا بغيتي تصافي ما بغيتيش ما عندي مادا. انا ما عندي باش نصلح اذا جيت نصلح راه خصني نعاود كلشي خصني ميزاني ديال البلو خصني كاع نحيد هادشي عاوتاني من جيت تحيد هاد السواتر وتحيد داكشي كلشي بزاف عليا داكشي ما بقيتش باش غادي نتحمل ما كتكافى غير مع الخبز كتكافى غير مع المصروف ولي كلشي ديال الدري عندي دابا بنت ودري سالا هادي كلشي ديال الدري والمصاريف راه كلشي شحال في عمرهم هما؟ لا عندي البنت راه طالعه في 20 ودري راه عنده 11 شهر 18/3 بالجدف ديال 2021 هذا دابا عندي 11 شهر. شنو كطلب من المحسنين دابا؟ دابا كنت المحسنين شي مساعدة غير باش يعاونوني باش ندير غير شي بيع وشري نمشي نكري ولا نبر شي محل ولا راه ما عندي فين غادي نرد براس. دابا الدار بغا طيح عليا ما عندي فين نمشي وقسموا بالله الا دابا تنكسو غير ناكلو ولا اشنو تنخاف المرة دابا كتبغي طيب وكتخاف تقول لك اختها طيح عليا طيح عليا الشيء ولا يترش السواتر ولا شحال كيخلص لك الضو والماء غير محسنين كنمشي كنطلب دابا غير كطلب باش تعيش غير كنطلب باش نعيش غير محسنين دابا كنمشي للسوق كنمشي لخنيفرة ولا ومالا زوج شي هاد المنطقة هكا باش كنجيب المصروف ديالي ودابا كنت المحسنين نقدر باش يعاوني قلت يلاه رحمه الدين انتوما كتشوفوا الحالة راه لا اله الا محمد رسول دابا في هاد الأزمة هادي كلشي غالي كلشي داير ما بقيت فين غادي نرد براس دابا كانت المحسنة قلت انت ما كتشوف دابا المحل قريبة طيح ليا الدار السوطرة المهرجانة كلشي مصوت معايا ما بقيت دابا باش غادي نصلح مولا الدار ما عندي باش نصلح قلت لك ما عندي باش نصلح ما عنديش باش نكري ما عندي باش كنطلب دابا شي جمعيات الا كانوا شي جمعيات غير باش يعاونوني نكري ولا شي محسن اللي عنده شي دار عطيني باش نستقر ولا المهم شي بيعه وشريا باش نبقى نرد غير المصروف ديالي عييت من هادشي ديال الساعه اللي عييت اخوت عييت عييت كنطلب المحسنين غير معاونين غير باش ندير شي بيعه وشريا ما هادشي راه عييت من هاد الساعه اللي عييت عييت اخوت راه بنادم ما كيشوفش ما عندوش الشوف ما عندوش العينين وكا يمشي تيغامر ما شاف فين غادي ما شاف فين غادي غير ان شاء الله اقسموا بالله كنمشي خنفر دابا الشفاره الشماكريه اقسموا بالله الا غير هادي ماشي شهر هادي شتني الشفار داني مورا الحمام ديال الكفيتيه خنيفرة راه معروف حي بان هذا يدريسيني تما غير بغا يدير هادوك الريالات تا واحد المرة مسكينة هي اللي عتقاتني تا شافتني قالت لها فين غادي داك السيد فين غادي هي اللي فقاتني مسكين هي اللي قالت لها واخوتي انتما كتشوفوا مشاهدينا كما كتشوفوا عمي علي انه كيعاني من فقدان البصر ومن الفقر عنده جوج وليدات هو اللي كيصرف عليهم كيخرج يطلب باش يجيب لهم ما ياكلوا كيخلص الضو كيخلص الماء الدار عنده كما غادي تشوفوا في الفيديو واحد البيت قريب طيح ما كيطلب والو منكم كيطلب منكم غير تعاونوه ولو ديروا له شي بروجي ديروا له شي حاجه غير باش يعاون انه ما بقاش بغى يطلب عاونوه باش ما سخاكم الله ولو بالقليل راه كيعاني صراحه صراحه والله ما نكذبش عليكم الله يكون في العون عمي علي اخر كلمه تقولها لك كلمه اخوتي كنتمنى لكم الله يجازيكم بخير اللي قدر باش انتم كتشوفوا الحاله ديالي راه ما عندي ما نصرف ما عندي ما ناكل من اليوم وقسم بالله العلي العظيم راه الا ما طلبش ما ناكلش راني معروف ويتسحق راه ماشي براني مثلا الناس ديالي تسحق تعرفوني ما عندي لا شي شريه لا شي مدخول لا شي جمعيات لا حتى شي حاجه ما عندي مناش غادي ندخل حتى شي حاجه راه الا ما طلبش ما ناكلش راني معروف ويتسحق راه علي مسلم وراه معروف ويتسحق راه معروف ماشي براني راه الناس تعرفوني ما عندي لا شي مدخول لا شي شهريه لا شي جمعيه لا شي حاجه راه لا اله الا الله محمد عندي المصاريف بزاف انتما كتشوفوا لي كوشي ديال الدري والمصاريف كوشي غالي انتما تشوفوا كوشي وعلاش شكون اللي كيشري لك الدواء؟ ولا خويا غير كنطلب عندي الدواء ديال الاعصاب انتما كتشوفوا الدواء الاعصاب هذا الورق ديال الطبيب تبع الطبيب لي من لي دريسي راه معروف لي دريسي الطبيب ديال الاعصاب عندي الاعصاب ما كنعش الا ما شربتش كينات ما نعش هما الدواء كلشي قدامكم انتما كتشوفوا كلشي في الفيديو راه الا ما شربتش الدواء ما كنعش عندي غير كينات ديال النعاس اللي كنشرب باش نعس ما كنعش الا ما شربتش الدواء راه والو ومتى دابا الطبيب ما عندي باش غادي نرجع لي غير عندي غير يوم شهر 8 وما كنتش باش نرجع الورقه كلشي مكتوب فيها راه كلشي مكتوب فيها ودابا كنطلب المحسنين نخدم عاوني اخوتي قضيتو باش عاونوني غير ندير غير شي بيعه وشريا باش نقرض غير المصروف ديالي راه انتما كتشوفوا الحاله عييت من هاد الساعه راه عييت اخوتي عييت اقسم بالله العظيم راه عييت ملي وانت ما كتشوف الحاله ملي نقدر باش يعاون اخوتي الله يجازيكم بخير غير كندير غير شي بيعه وشريا
وشي دوي راقي باش نستر راسي راه لا شي قريب يطيح ليا تنخاف شي نهار قيلات شي كما ما عندي باش نكري ما عندي بلي غادي نرد برا راه لا انت ما كتشوف الحاجه دي هادشي مضيق عليا بيتو كوزينه ما تبقى فيه تحرك والله المراح مضيق ولا لا الله انت ما كتشوف وكنت ابن المحسنين راه جازكم بخير نقدر باش يعاون اخوتي راه انت ما كتشوف الحاجه ديالي راه جازكم بخير الله يرحمكم الوالدين لهذا ختي لكم صحة نقدر باش يعاون اخوتي في سبيل الله يسهل لكم وانتم ما كتشوفوا الحالة راه مشروب غالي عليا وليكوش ديال الدري راه الا ما طلبش ما ناكلش وتا دابا تسعة عييت الوقت عيانة كنمشي للسواق كنمشي للسوق ما كنعمل حتى شي حاجة راه والي لا لا الضو ولا غالي عليا اقسم بالله غير محسن كيخلصوا عليا الضو تنقسموا بالله راه معروف الجمع ديال كاع الجوامع تنقفيهم بالورقة بالورقة ديال الضو الناس تيشوفوني في الجمع ديال الساعة تا الجمع كنوقف بالورقة ديال الضو قدام الجمع شحال من ختات خزرت عليها الورقة ديال الضو في الجمع ديال السعادة الجامعة ديال السعادة اللي بدرب السبيطار شي جوج خطرات ولا خلصوا عليها المحسنين الورقة ديال الضو تما في الجامعة ديال السعادة كما وعدناكم مشاهدينا اننا غادي نوقفوا بجانب اي حالة انسانية كتعاني من اي مرض اي ما يلقى ما ياكل ما يلقى ما ينعس ضمن برنامج اجي تعاونوا وشكرا.